استخدامات الهيدروجين. يستخدم الهيدروجين في إنتاج الأمونيا. حوالي 50% من الهيدروجين المنتج يستخدم في تصنيع الأمونيا بواسطة عملية هابر، وفي هذه العملية يتفاعل غاز الهيدروجين مع النيتروجين عند 450 درجة مئوية تحت ضغط جوي عال جدا، من 200 إلى 1000 ضغط جوي. وفي وجود الحديد كعامل حفاز ليعطي غاز الأمونيا. N2 زائد 3H2 في وجود الحديد كعامل حفاز يعطي 2NH3. ويتم تجميع غاز الأمونيا كأمونيا سائلة، والأمونيا المتكونة تستخدم في تصنيع الأسمدة مثل كبريتات الأمونيا ويوريا إلى آخره. هدرجة الزيوت النباتية. عملية الهدرجة هي العملية التي يتم فيها تحرير غاز الهيدروجين خلال الزيت النباتي بوجود النيكل كعامل حفاز عند درجة 200 درجة مئوية. وتحتوي الزيوت النباتية على روابط كربونية مزدوجة، يحول الهيدروجين هذه الروابط إلى روابط متشعبة، ومن ثم يتكون الدهن المشبع. اللحام المعدني. عند حرق الهيدروجين مع الأكسجين بنسبة 2:1 من الحجم مع مشعل ذو تصميم خاص، يتكون لهب ذو حرارة 2800 درجة مئوية. وعند هذه الحرارة فإن المعادن تنصهر بسهولة، ويمكن أن تنتزج بالقضبان المعدنية.